السلام عليكم يا شباب معاكم فاروق والنهارده هنحاول نجاوب عن سؤال ناس كتير بتسأله وخصوصا الشباب المبتدئين وهو إيه أحسن بوكس سوفت وير خاص بأجهزة سامسونج أقدر أشتغل بيه ويغنينا عن باقي البوكسات ويقدر يعمل لي كل العمليات اللي أنا محتاجها هل فعلا في كده؟ لأن السؤال ده بيتكرر كتير وبتشوفه دايما على فيسبوك أو على منتديات أو على أي منصة تانية والنهارده إن شاء الله في الفيديو ده هنحاول نفصل الموضوع شوية ونبسط الأمور ونجاوب عن السؤال ده بطريقة سهلة تفيد الكل إن شاء الله. بس أحب أفكركم إن الفيديو ده برعاية أكاديمية ملوك تيم للتدريب على صيانة الموبايل. أكاديمية ملوك تيم منصه احترافيه لتعليم صيانه الموبايل وبتقدم لك كورسات احترافيه مختلفه هاردوير وسوفت وير وكمان اي ام ام سي وكمان بتقدم لك كورسات مكثفه وير وسوفت وير الاثنين في كورس واحد بالاضافه لميزه البارت كورس وكلها باسعار في متناول الجميع وتقدر تدخل على موقع الاكاديميه من الرابط الموجود تحت الفيديو وتشوف الكورسات اللي تناسبك وكمان تقدر تعرف منهج الكورس اللي هتختاره ايه أفضل بوكس سوفت وير لأجهزة سامسونج؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده، خلونا نعرف الأول ليه بنستخدم بوكسات السوفت وير؟ وليه البوكسات مهمة في شغلنا؟ وليه دايمًا لازم يكون عندك بوكسات مختلفة؟ وأنت شغال في مجال السوفت وير، أغلب الشركات بتنزل برامج مجانية لتفليش وتحديث أجهزتها، زي برنامج أودين اللي من خلاله بتقدر تفلش وتحدث أجهزة سامسونج، وباقي الشركات بتعمل كده، زي انفينكس وهواوي والكاتل وكمان في برامج مجانية بتتعامل مع المعالجات زي برنامج اس Flash فلاش اللي من خلاله بتقدر تتعامل مع الموبايلات اللي عليها معالجات MediaTek وبرامج بتتعامل مع معالجات كوالكو زي برنامج كيو Flash Tool تي فلاش تول وبرنامج اس بي دي اللي من خلاله بتقدر تفلش الأجهزه اللي عليها معالجات Spread وده بالاضافه الى ان في اجهزه وموديلات كتير تقدر تفلشها أو تحدثها بكارت الممر وبدون بوكسات أو برامج، زي أجهزة هواوي و HTC وشاومي وغيرها كتير، يعني لو عايز تفلش أو تحدث السوفت وير لأغلب الموبايلات مش هتحتاج بوكسات. طيب ليه بقى بنحتاج البوكسات في شغلنا؟ ما دام نقدر نفلش ونحدث من غيرها عادي. أهمية بوكسات السوفت وير بتكمن في عمليات الريبير والإصلاح، مش عمليات التفليش. وعلشان كده بندفع فيها فلوس كتير سواء في الشراء أو التفعيل لأن عمليات الريبير الاحترافية في الأغلب مش هتقدر تعملها بدون بوكسات زي عمليات فك الشفرة وحذف حسابات جوجل وإصلاح وكتابة سريالات جديدة للموبايل وكمان كتابة ملفات الشبكة وملفات مهمة زي ملفات NV وQCN اف وEFS وغيرها بالإضافة كمان إنك بدون بوكسات مش هتقدر تعمل نسخة احتياطية للملفات دي لو محتاج تسحبها من الموبايل وتحفظها على جهازك وكمان أغلب البوكسات بيكون لها سبورتات خاصة بالفلاشات وبتكون مجانية للمستخدمين البوكس يعني إحنا بنشتري البوكسات علشان نعالج مشاكل ونصلح عيوب ونكتب سريالات ومش علشان نفلش أو نحدث الموبايل وخلاص وكده عرفنا فايدة البوكسات في نبذة سريعة وعرفنا إحنا بنشتريها ليه ونجدد تفعيلها ليه نرجع بقى للسؤال الأساسي بتاعنا ايه افضل بوكس سوفت وير لاجهزه سامسونج بالنسبه لاجهزه سامسونج تحديدا هتلاقي بوكسات كتير بتقدر تتعامل معاها سواء في عمليات التفليش او الريبير ومن اشهرهم والاكثر دعما وتخصصا في سامسونج زد 3 اكس بوكس وأكتوبس بوكس كاميرا تول وبي اس تي دونجل بالإضافة لبوكسات تانية مش مخصصة لأجهزة سامسونج تحديدًا، ودعم موديلات وفئات ومعالجات تانية، لكن ليها وجهات بتدعم فيها عمليات واصلاحات لاجهزه سامسونج زي ان سي كي بوكس وانفينيتي بوكس وميركل بوكس لكن احنا هنتكلم عن اهم واشهر البوكسات اللي بتدعم اجهزه سامسونج تحديدا وزي ما قلنا ان اشهرهم زد 3 اكس واكتوبوس وكيميرا وبي اس تي دونجل وقبل ما نقرر ايه افضل بوكس فيهم اقدر اشتريه ويلبي احتياجاتي لازم الاول نعرف عيوب ومميزات كل بوكس واداه فيهم وهنبدا ببي اس تي دونجل وهنتكلم عن مميزاته في التعامل مع اجهزه سامسونج واللي بتقدر من خلاله تتعامل مع اجهزه سامسونج باحترافيه وبيدعم موديلات كتير وكمان بيدعم عمليات مهمه زي فك الشفرات وكتابه السريالات وملفات الشبكه واصلاح بعض العيوب والمشكلات وحذف الحمايات وحسابات جوجل وحسابات سامسونج بالاضافه لواجهه مستخدم جميله وسهله طيب ايه عيوبه أول حاجة والأهم إن تحديثاته بطيئة شوية، وكل فترة لما الفريق ينزل تحديث جديد أو يدعم موديلات وعمليات جديدة، وده دايماً بيخليه متأخر عن المنافسين في الإضافات والمميزات والدعم. تاني عيب من وجهة نظري إن الفريق مش مركز في فئة سامسونج تحديداً، وبيدعم فئات وشركات تانية زي شاومي واتش تي سي. ودي ممكن تكون ميزة مش عيب بالنسبة لناس كتير وهي انك تلاقي بوكس داعم اكتر من براند في وجهة واحدة لانه هيوفر عليك انك تجيب بوكس متخصص لكل فئة منهم لكن لو بنتكلم عن اجهزة سامسونج تحديدا فده ممكن يكون عيب بالنسبة لبوكسات تانية متخصصة ومركزة اكتر في سامسونج نروح على الاداة التانية وهي كاميرا تول واهم مميزاته انه اداة قوية وسريعة في التعامل مع اجهزة سامسونج وبيدعم مجموعة كبيرة من الموديلات المختلفة وكمان بيدعم عمليات ريبير واصلاح زي باتش سيرت للشبكه وكتابه ملفات كيو سي ان و اي اف اس وسيرت بالاضافه كمان لعمليات حذف الحمايه وحسابات جوجل وحسابات سامسونج باكتر من طريقه ووضع سواء في وضع الداونلود او وضع اي دي بي او وضع يو اف اس من خلال منفذ الكومبورت وكمان فك الشفرات الدوليه بسرعه وسهوله وتحديثاته مستمره وبيتم اصدار التحديثات بانتظام طيب ايه عيوبه؟ أول عيب إنه غالي والتفعيل السنوي بيكون مبالغ فيه لو هتقارنه بباقي البوكسات. تاني حاجة إنه برضه داعم فئات وموديلات تانية في نفس الوجه زي أجهزة اتش تي سي وال جي وهواوي وبلاك بيري وزي ما قلت من شوية موضوع إنه بيدعم موديلات تانية ده ممكن يكون ميزة مش عيب لناس كتير لكن أنا بحاول أوضح لكم نقط القوة والضعف من وجهة نظري في كل بوكس فيهم وفي الاخر انت بتختار البوكس او الاداه المناسبه ليك نروح للبوكس والاداه اللي بعد كده وهي زد 3 اكس ولو هنتكلم عن مميزاته فهو يعتبر من اهم واشهر ادوات وبوكسات السوفت وير لكل فني عامل وخصوصا للمبتدئين وكمان بيدعم مجموعه كبيره من اجهزه سامسونج سواء الاجهزه القديمه او الحديثه وله وجهه خاصه بالتعامل مع بعض اجهزه سامسونج القديمه سواء تفليش او ريبير وبالنسبة للواجهة الاعتيادية والخاصة بأجهزة سامسونج الحديثة فهتلاقي فيها عمليات مهمة زي كتابة السريالات وفك الشفرات الدولية لموديلات كتير وكمان عمليات حذف الحماية وحسابات جوجل بأكتر من طريقة زي ما قلنا على الكاميرا بالإضافة لكتابة وقراية ملفات الشبكة والملفات المهمة من الموبايل وبيتميز بسبورت هتلاقي عليه فلاشات وإصدارات مختلفة لأجهزة سامسونج سواء فلاشات نظامية أو فلاشات كومبنيشن وكلها بحمايات مختلفة بالإضافة إلى أن البوكس بيتم تحديثه باستمرار وبيتم إضافة موديلات وعمليات جديدة في كل تحديث وكنا عملنا فيديو لشرح واجهة بوكس زد 3 اكس ووظيفة كل عملية وكل زرار فيه وهسيب لكم الرابط في وصف الفيديو للي عايز يشوفه طب ايه عيوبه؟ من وجهة نظر واستخدام البوكس شايف ان ملهوش عيوب كتير لو هنقارنه بالمنافسين لكن ممكن تظهر بعض العيوب او المشكلات في البرنامج وعدم اكتمال او نجاح بعض العمليات، لكن في الاغلب بيتم حلها في التحديث اللي بعده، وكمان البوكس بيدعم اجهزه ال جي، لكن في واجهه تانية منفصله تماما عن واجهه سامسونج، وبتفعيل مختلف، وتقدر تشتري البوكس وتفعله انه يشتغل سامسونج بس، او ال جي بس، او تقدر تفعله ال جي وسامسونج الاثنين في بوكس واحد، والبوكس الاخير اللي معانا هو بوكس الاخطبوط، او اكتوبوس بوكس. ومميزاته انه يعتبر من اهم البوكسات اللي بتتعامل مع اجهزه سامسونج ومن اكترها انتشارا وبيدعم موديلات ومعالجات كتير متنوعه لاجهزه سامسونج وكمان بيدعم فك الشفرات الدوليه لمجموعه كبيره من الموديلات بالاضافه لعمليات حذف الحمايه وحسابات جوجل وحسابات سامسونج باكتر من وضع واكتر من طريقه زي ما قلنا وكمان كتابه ملفات الشبكه المتنوعه بالاضافه لميزه كتابه السيريال لمجموعه كبيره من الموديلات والمعالجات، وميزه سوبر ايمي اللي مش موجوده في بوكسات منافسه كتير، وبالنسبه للتحديثات فبيتم اصدار تحديثات باستمرار، واضافه موديلات وعمليات جديده، وله سبورت خاص بالبوكس، ومجاني طبعا لمستخدمين البوكس، طيب ايه عيوب بوكس الاكتبوس؟ اول عيب ان برنامج البوكس ممكن يهنج معاك شويه، لو رماد الكمبيوتر بتاعتك مش عاليه. وتاني عيب ان كل الفلاشات اللي على سبورت البوكس بصيغه دوت اوكت ومش هتعرف تفلشها إلا على بوكس الاكتبوس حصرا بعكس سبورتات اغلب البوكسات التانيه وبرضو بوكس الاكتبوس بيدعم موديلات تانيه زي اجهزه ال جي لكن في واجهه منفصله وتفعيل منفصل عن الواجهه الخاصه باجهزه سامسونج ودي اهم مميزات وعيوب اكتر بوكسات السوفت وير واشهرها الخاصه باجهزه سامسونج طيب لو عايز اشتري بوكس منهم ومحتار ومش عارف اختار على اي اساس بص يا سيدي انا هسهل عليك الموضوع شوية وهقولك على كم حاجة تاخد بالك منها وانت بتختار اول حاجة الدعم والتحديث يعني لازم تشوف البوكس اللي هتشتريه تحديثاته شغالة ومنتظمة باستمرار ولا لا لان في بوكسات ودونجلات كتير نزلت واختفت بسرعة رغم انها كانت قوية في بداية اصدارها زي يو اس تي بوكس ودعم لوك سامسونج وكان من أقوى البوكسات اللي بتتعامل مع أجهزة سامسونج وقتها، وكمان دونجل ايسن سام اللي نزل من كام سنة وكان بيدعم عمليات مهمة، وكان له سبورت فلاشات من أقوى السبورتات وقتها، لكن للأسف والأسباب غير معروفة تم وقف تحديثاته تماما، وفي الأغلب خلاص عادش له لازمة دلوقتي، فخد بالك وأنت بتختار وتركز أوي في موضوع التحديثات والدعم. وممكن تدخل على سبورت البوكس اللي هتختاره، وتشوف الأجهزة المدعومة والعمليات والتحديثات. وممكن كمان تدخل على الهوستنج، وتتابع سيكشن التحديثات، وتشوف أكتر البوكسات اللي لها تحديثات مستمرة. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها هي الشروحات والمواضيع، وحل المشكلات عن طريق البوكس اللي هتختاره، لأنك ممكن وأنت شغال تقابل خطأ أو مشكلة أثناء عملية ما على البوكس. وتيجي تبحث عن حل المشكله والخطا ما تلاقيش حلول ولا مواضيع كتير والنقطه دي تحديدا هتلاقي بوكسات زي زد 3 اكس واكتوبس ليهم مئات الشروحات والمواضيع ولو بحثت عن مشكله او خطا ظهر لك وانت شغال هتلاقي اكتر من موضوع او فيديو لحل المشكله باستخدام أكتبوس بوكس وزد 3 بوكس ودي في حد ذاتها نقطه قوه وممكن تسهل عليك كتير خصوصا لو انت لسه مبتدئ تالت حاجه لازم تاخد بالك منها وانت بتختار وهي سعر البوكس وهل مناسب ليك ولا لا والاهم هل له تفعيلات سنويه ولا لا وزي ما قلنا على كاميرا طول ان سعره وتفعيله مبالغ فيه لكن على العكس هتلاقي مثلا الزد 3 والأكتبوس اسعارهم معقوله مقارنه مع باقي البوكسات والاهم انهم بدون تفعيلات سنويه زي اغلب البوكسات اللي موجوده حاليا يعني من كل اللي قلناه ممكن نلخص الاختيارات ما بين زد 3 اكس بوكس واكتوبس بوكس لأنهم الأشهر والأكثر انتشارا وكمان الأكثر دعما وبالرغم من أن أغلب الإضافات والتحديثات الجديدة بتكون إضافات لعمليات فك الشفرة من خلال السيرفر ودي طبعا بتكون مدفوعة وبكريدت ومش مجانية لكن هيفضلوا من أقوى وأهم البوكسات في التعامل مع أجهزة سامسونج حتى الآن ولو كنت مبتدئ ممكن تشتري بوكس زد 3 اكس وتشتغل عليه وتتقنه وبعدها تقدر تشتري أي بوكس تاني جنبه لو عندك شغل سامسونج كتير زي اوكتوبوس بوكس او كاميرا او بي اس تي لان طرق العمل واسماء العمليات والازرار تقريبا واحده وهيكون سهل عليك انك تشتغل على اي بوكس تاني بعدها ومعلش طولت عليكم بس كان لازم نوضح بعض النقط المهمه للشباب اللي محتاجين يشتروا بوكسات لاجهزه سامسونج وطبعا لو استفدتم الشرح تقدروا تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات والشرحات الجديدة وقولوا في التعليقات رأيكم ايه ممكن برضو تقولوا لنا محتاجين شرح البوكس معين سواء البوكسات اللي ذكرناها او لبوكسات تانية وبكده يكون شرحنا خلص ويا رب يكون في وجاوبنا على السؤال بطريقة سهلة وبسيطة للناس اللي سألت عليه كتير ولو فعلا استفدتوا يا ريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو وكمان الشباب اللي حابه تتعلم سوفت وير ممكن تنزل تبص على المناهج المقدمه من اكاديميه ملوك تيم وهسيب لكم الرابط تحت الفيديو واكاديميه ملوك تيم بتقدم كورسات كتير منها كورسات السوفت وير وكورسات الهارد وير. تقدر حضرتك تختار اللي انت عايزه باسعار مناسبه للجميع واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي سلام